اهلا وسهلا ومرحبا بكم اصدقائي ومتتبعين الكرام في فيديو جديد واخبار جديدة. اتمنى ان تكونوا بخير وعلى خير. واخباري سأبدأها بخليل، حيث الصحفي كانير اورال نزل مقال عن خليل تحت عنوان خليل ابراهيم جهاد لديه مفاجأة. وبخلاصة سوف اتحدث يعني باختصار عن ما جاء في هذه الجريدة، حيث تحدث عن لقاء خليل إبراهيم جيهان مع ياسمين شفيق، وقال أن هذا اللقاء سيذاع بعد رمضان، ووصف المحادثة التي دارت بين خليل وياسمين بمحادثة صادقة وفكاهية، وأن خليل جذب الأنظار له في مسلسل الأمانة السابق الذي تم بثه على القناة السابعة، ونجح في لفت الأنظار مرة أخرى بمسلسله الجديد الذي يعرض على قناة شو تي في السلة المتسخة، وأنه نجح في تصوير شخصية مراد. وذكر تعدد مواهب خليل إبراهيم جيهان في التلحين والغناء والكتابة أيضا، وله أغنية كتبها وسوف يغنيها صديقه عدنان والذي كان معه في مسلسل الأمانة، وسوف يتم عرضها في شهر أبريل، واسم الأغنية كن ظالم. وأنه يواصل العمل دون توقف على المسرحية الموسيقية المسماة حكاية خيالية التي يؤديها مع هاندا صباشي، وسيتم عرضها في الأسبوع الأول من شهر مايو، والهدف منها إعادة اكتشاف الحب من خلال أبطال القصة، وسيكون عرض مسرحي رائع مع الحب والرقص والموسيقى. كما أيضا سيذهب في جولة لأمريكا في الأيام الأولى من شهر يوليو بعد انتهاء الموسم يعني موسم مسلسل السلة المتسخة، وسيلتقي أيضا بمعجبيه في العطلة، حيث سيظهر بأغاني جديدة في نهاية الصيف بالضبط. كما أيضا أصدقائي يقال أن عدنان انتهى من تصوير الفيديو كليب للأغنية التي من كلمات خليل إبراهيم جيهان، وسيتم عرضها في 19 من شهر أبريل. وبصراحة أصدقائي من الجيد أن مسلسل السلة المتسخة سينتهي على موسم واحد، لأننا نريد أن نرى يعني خليل إبراهيم جيهان في شخصيات مختلفة، وننتظر المفاجآت في جولة أمريكا إن شاء الله، ونحن ننتظر مسرحية خليل إبراهيم جيهان بفارغ الصبر، وأكيد أنه سيبدع فيها ونثق في إبداعه وتمثيله المميز. ونحن دائما ندعم خليل في جميع أعماله سواء الحالية أو المستقبلية. كما أيضا أصدقائي اليوم مواقع التواصل الاجتماعي لا حديث لهم إلا عن خليل وأنه سوف يخطب، لا أعرف من أين لهم بهذا الكلام يعني الذي لا أساس له من الصحة، على أساس أنهم يعيشون مع خليل في نفس المنزل ويعرفون كل ما يفعله. واضح أنها كذبة أبريل، والعديد يقولون أنه يتمنوا رؤية خليل متزوجها من قريب، وفانز السيليها لم يتقبلوا هذا الكلام وقالوا انتظروا وشاهدوا ماذا سيحصل عن مقارب، حيث سيعترف خليل أن سيلة موجودة في حياته، وقالوا أنه واضح جدا من طريقة كلامه أنه إنسان غامض ولا يحب أن يصرح حاليا عن علاقته، والدليل هو لقاؤه الأخير في برنامج بلا تصنيف، حيث رد على أحد الأسئلة الذي يقول أنه إنسان غامض، قال أستطيع أن أقول أنني غامض، وأنه رجل يحاول تحسين نفسه ويحاول مراكمة الخبرة ويحاول أن يعكس نفسه بشكل جميل لاكتشافه، يعني أصدقائي يعمل حاليا على إثبات نفسه ويركز على شغله. وقال أيضا ينبغي أن يأتي الوقت الصحيح، حتى ذلك الحين لن أعرض أي شيء أبدا، أنا غامض أجل. يعني الفانز أصدقائي خلاصة القول قالوا أن خليل هنا يوضح أنه غامض ولن يقول شيء عن علاقته بسيلة. كما أيضا أصدقائي الماركة العالمية واتسون التركية نزلت صورة لسيلة للإعلان عن منتوجها مع تدوينة تقول نحن نبدأ إذا كنت مستعدا، لا يسعنا الانتظار للتحقق من منتوجات بيور بيوتي المفضلة لدى سيلة ترك أغلو، الجمال النقي ستكون في كل مكان هذا الربيع. والعديد قالوا أنه نفس الأستوديو الذي نزل خليل مؤخرا العديد من الصور، وقالوا هذا دليل على أنهم مع بعض وفي كل مرة يلمحون لسيليهال، وأن سيلة اختارت هذا الأستوديو بالضبط لتعمل فيه الإعلان وجلسة التصوير، وهذا دليل على أنهم على علاقة. وبصراحة أصدقائي أرى أنه أمر عادي جدا، أكيد الأستوديو ليس مشجل باسم أي شخص منهم، وسيلة لا تختار الأستوديو، أكيد شركة الكريمات هي التي تختار.
كما أيضا أصدقائي البارحة تم تنزيل صور التقطتهم سيلة للعلامة التجارية هامل تركيا التي سيلة وجه إعلاني لها، وكانت صور احترافية أبرزت فيهم سيلة أناقتها، وما شاء الله جميع الألوان الرمزية للعلامة التجارية ظهرت عليها روعة، يعني جميع الألوان تليق به، وحتى المكياج والشعر ما شاء الله يليق بها، وواضح أنها متحمسة لهذا الإعلان كالعادة. واليوم تم تنزيل فيديو إعلاني لسيلة من ماركة هامل تحت تدوينة الشمس التي تدفئنا، الأوراق الخضراء المورقة، صوت الأمواج، استعدي لحمل ألوان الصيف عليك مع مجموعة صيف هامل. وبصراحة أصدقائي دائما سيلة متميزة، كما أيضا شاركت صورة لها على حسابها الخاص الانستغرام، وكعادتها جميلة وأنيقة ما شاء الله. كما أيضا مجلة غازيت ماجازين نزلت تدوينة تخص فايزة، وقالوا فايزة التي تؤدي دور نيراي في مسلسل شراب التوت البري، قالت أولئك الذين يرون تمثيلي يفهمون أنني لست متعجرفة، عندما بدأت هذا العمل قمت باختيار الأداء لأكون على قدم المساواة مع الجميع، والدتي ميليسا عادلة جدا في هذا الصدد. وعلق الصحفي الخاص بهذه المجلة على كلام فايزة وقال أنها تلعب حقا بتعابيرها. ما رأيكم أصدقائي في كلام فايزة؟ المهم أصدقائي هذه هي كل الأخبار، وإلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، وإلى اللقاء، وموعدنا إن شاء الله دائما يتجدد في فيديو جديد وأخبار جديدة. مع السلامة.